سامية صادق الكاتبة الصحفية بمجلة روزا اليوسف. أستاذة سامية أهلا بيكي. أهلا يا أستاذ وائل، إزي حضرتك؟ أهلا بيكي، اتفضلي يا أستاذة سامية. أهلا بيكي. بداية برحب بالشباب الصعيدة الحلوين دول، لأن فعلا هم مظلومين جدا. والأول بشكر حضرتك لتناولك الموضوع بشكل إنساني، في وقت الحقيقة الإعلام فقد فيه كتير من الإنسانية. الولاد دول يا أستاذ وائل، أنا من الصعيد على فكرة وبروح هناك كتير وعارفة الظروف الاجتماعية هناك. الولاد دول فعلا مظلومين، يعني الولاد دول بيصرفوا على اسر. هناك الولد يبقى في اعدادي وبيخرج وبيشتغل في الصيف علشان يجيب لبس المدرسه، علشان يجيب لبس المدرسه لاخواته، علشان يساعد اهله. فطبيعي جدا لو في شغل وفي فرص عمل ما كانوش هيتبهدلوا كده. اللي زيهم يا استاذ وائل عندنا في القاهره مدلعين، يعني انا عندي عيال اخواتي احدث موبايل يجي لهم واحدث مش عارف ايه، وواحد يبقى كبير كده ومامته تجري وراه بكوبايه اللبن. دول اطفال، يعني حرام يا جماعة، بلاش نقصوا عليهم. أنا بعتذر لهم من قسوة المجتمع وقسوة الحكومة وقسوة الإعلام أحيانا. فعلا حرام حرام. أنا يعني أعتقد إن هم كمان الصغيرين منهم ممكن ما يعرفوش، يعني ما يكونوش عارفين إنهم بيعملوا حاجة غلط. هم بيبصوا لنا لهم. ما هو محفوظ بيقول يعني هي شوية اللبس دول اللي بيضروا، يعني هو بيتعامل مع ده على إنها أكل عيش، وظيفة وأكل عيش يعني. بالظبط يا استاذ وائل، دول غلابه جدا، مش غلابه يعني. بس انت لفت انتباهي ان الاطفال في الصعيد كمان يعني لما بوصل 15 14 16 سنه بيبقى عاوز يقول انا بصرف على نفسي، لو هجيب موبايل انا اللي اجيبه لنفسي، لو اجيب لي كده وبس. يا استاذ وائل الولاد عندهم احساس بالمسؤوليه، الولاد عاطفيين جدا، بيشتكوا على تعب ابوهم وامهم. الصعيده مش جامدين زي ما الناس فاكرين، يعني محفوظ الولد الصعيدي الجدع اللي قاعد بمنتهى العزه والكبرياء ده هتلاقيه عاطفي قوي وحساس قوي تجاه اهله، ممكن يبكي قوي لو لقى مامته مثلا عندها صداع يعني. فدول ولاد رجاله بجد. لو هم فعلا كان في مكالمه بتقول ان احنا يجب ان نقومهم، لا انا بقول يجب ان احنا نقوم الاول الحكومه، يجب ان احنا الاول نشوف الحراميه الكبار والحيتان الكبار اللي هم المهربين، انما احنا بنيجي على الناس الغلابه وبنيجي على الاطفال الصغيرين اللي زيهم فعلا المفروض يبقوا في احضان اهاليهم دلوقتي. 16 سنه ده طفل، المفروض يبقى في حضن امه وابوه، يعني معرض نفسه للخطر، معرض نفسه للبهدله، معرض نفسه للقبض عليه. ايه ده؟ وفي الاخر كمان احنا بنقول لا دول مش ضحيه، لا ضحيه، لا فعلا ضحيه، وحرام عليهم، والله الاطفال حرام عليهم. مش طبعا هو استاذ وائل والله بيشتغل في كل حته، ده انا يمكن في ولاد بيشيلوا شنط الخضار عايشين بال 30 و40 طفل في اوض في شكل غير انساني، برضه بيجوا مستعد يشتغلوا عشان يجيبوا لبس المدرسه. دول بقى المجرمين اللي هنقبض عليهم، دول اللي هنحاكمهم، دول اللي المذيعه يعني فعلا تجرح كرامتهم، وهم اولاد كلهم عزه وكبرياء. يعني فعلا دول الصعايده دول، شوف يا استاذ، لا بيبيعوا في اشارات ولا بينصبوا ولا بيسرقوا، بيفتحوا بينصبوا بالاكراه زي ما كل يوم بنشوف شباب من سنهم. دول عيال بتشتغل، خلاص وفر لهم لقمه عيش حلوه، بلاش وفر لهم حتى الضروري، الضروري مش هنقول رفاهيه، الضروري. يا جماعه الحياه صعبه، ده احنا صاحبين وانت عارف يا استاذ وائل الحياه عامله ازاي. طبعا. فما بالك بقى بالناس اللي ما عندهاش، الفلاحين ما عندهمش دخل ولا في اراضي، ولا هم عندهم مرتبات شهريه، ولا هم عندهم الناس دي هتعيش ازاي؟ الاطفال دول بيعولوا اهاليهم، دول عائل لاهاليهم، دول عائل لاخواتهم اللي في المدرسه. فنرحمهم، الرحمه يا جماعه اللي بتعملوا مداخلات تقولوا ان دول متهمين ودول كذا ودول مهربين، شوفوا المهربين الكبار اللي بنقول لهم يا بيه ويا باشا وبندفع لهم القبعه. شوفوا الحراميه الكبار وارحموا الاطفال دول، يعني بجد 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 انا بعتذر لهم ويجب ان احنا كلنا نعتذر لهم. طبعا طبعا. بشكرك يا استاذ وائل، بشكرك يا استاذ، الموضوع بشكل انساني رائع يعني. بشكرك، الله يخليك. محفوظ، انا عايز قبل ما اخد المكالمه القادمه، بس انا عايز اسالك لانك واضح انت حتى مصاب، وواضح انتوا بتتعب يعني حتى مش مساله اخطف واجري. ايوه بنتعب. نتعب يعني علشان تنقل شنطة وتعمل ده، يعني معاناة وتعب يعني. تعب. يعني احنا الشغلانة دي ولا نروحوا نقف ونبيع مخدرات، ولا نسرق ديوب من ديوب الناس. شوف شغلنا زينه في الصعيد، ها شغل الناس، والله العظيم في ناس ياما متغربه لها سنه واثنين وثلاثه، ما شافت
ما شافت عيالها عشان تربي العيال اللي معاها وحريمهم وكلهم.